مواضيع جديدة خدمية واجتماعية بتهم السوريين بكل مكان بحلقة اليوم من برنامج لم الشمل. مساء الخير روان. مساء الخير محمد. مساء الخير مشاهدينا، منا لكم كل التحية. خلينا نشوف شو في بحلقتنا لليوم. تقرير جديد يتحدث عن انتشار واسع بين الشباب والمراهقين لأنواع من المخدرات في سوريا. تظاهرة الأفلام القصيرة بمكتبة كتاب سراي تحتضن مجموعة من التجارب السينمائية السورية. تحذيرات ومخاطر من تأثير الأجهزة الذكية على عيون الأطفال. ننتقل هلأ لجولة على أحوال السوريين وين ما كانوا. بدأ اليوم أكثر من 113 ألف طالب وطالبة في المحافظات تقديم امتحانات الدورة الثانية لشهادة الدراسة الثانوية بفروعها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والمهنية الصناعية والتجارية والنسوية. نقلت وكالة سانا التابعة للنظام أنه عدد الطلاب المسجلين للدورة الثانية وصل ل 113 ألف طالب وطالبة. وكانت وزارة التربية التابعة للنظام أصدرت في 28 من الشهر الماضي نتائج امتحانات أكثر من 224 ألف طالب وطالبة تقدموا إلى الدورة الأولى لامتحانات شهادة التعليم الثانوي العامة بمختلف فروعها. توفيق لجميع الطلاب. أكيد. شهدت مدينة حماة ارتفاعا كبيرا في أسعار الخضار والفواكه وصل ل 40% بحجة ارتفاع تكاليف ري المحاصيل الصيفية حسب ما أوردت وكالة سمارت. وكمان بحسب الوكالة فإن التجار أبلغوا الأهالي أنه سعر مياه الصهاريج المخصصة لري المحاصيل ارتفع دون أن يحددوا المبلغ. خرجت الدفعة الرابعة من اللاجئين السوريين بهدف العودة من مناطق البقاع اللبناني إلى الأراضي السورية عن طريق معبر المصنع جديدة يابوس الحدودي. ونقلت وكالة سانا التابعة للنظام أنه نحو 35 حافلة مرسلة من قبل الجهات المعنية للنظام السوري دخلت الأراضي اللبنانية ونقلت حوالي 1000 لاجئ سوري عادوا من لبنان إلى منازلهم في منطقة بيت جن غربي دمشق بحسب طبعا تعبير الوكالة. ومن جهتها تحدثت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن اللاجئين تجمعوا في منطقة شبعة قادمين من مناطق العرقوب، حاصبية، البقاع الغربي والأوسط. عم تتوالى عموما عن إعادة كثير من السوريين خصوصا من لبنان. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها ناريمان على مدخل بلدتهما النبي صالح غربي رام الله وسط الضفة الغربية. استقبل التميمي العشرات من أهالي البلدة والمتضامنين الأجانب وسط حشد كبير من وسائل الإعلام. ومنذ صباح اليوم يتجمع عشرات المواطنين والنشطاء الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب في منزل عائلة عهد حيث زين المنزل بالأعلام الفلسطينية وصور عهد في الوقت الذي قالت فيه إن الشعب الفلسطيني مستمر في مقاومته للاحتلال الإسرائيلي. أقام مقهى كتاب سراي تظاهرة للأفلام القصيرة في اسطنبول من خلال تقديم مجموعة من الأفلام القصيرة لمخرجين سوريين وعرب وأجانب عبر أمسيتين سينمائيتين. من بين الأفلام اللي قدمها المقهى في أمسية الأمس فيلمي ليس حلما للمخرج إيهاب السويدي وسهوة للمخرج يمان عن تبلي. كاميرا لم الشمل حضرت الأمسية وعادت باللقاءات التالية، خلينا نشوفها مع بعض. نحن نحن في كتاب سراي عندنا فعالية عروض الأفلام القصيرة أو تظاهرة الأفلام القصيرة في اسطنبول، عبارة عن يومين حنعرض مجموعة أفلام، كل يوم 4 أفلام، أفلام قصيرة بحضور صناع الأفلام. حيعرض الفيلم وبعد عرض كل فيلم حيكون في حوار مفتوح مع صانع الفيلم مع مخرج الفيلم بينه وبين الجمهور. نحن عرضنا إعلان على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا للمخرجين أو لصناع الأفلام، وتم من خلال يعني لجنة صغيرة ما بين كتاب سراي ودي ام بي أكاديمي اخترنا الأفلام اللي حتعرض اليوم. فيلم سهوة هو بيعرض قصة طفل مهجر، هذا الطفل صار عنده آثار نفسية بسبب الحرب اللي صارت. هي الآثار النفسية بتبين معه أو بترافقه وبترتبط بنداء الذاكرة عنده بالذات، بحيث لما يشوف أي شغلة بتتعلق أو أي لمسة بتتعلق بذكرياته الماضية فهو بيتذكرها وبيستحضرها بتفاصيل على الفور. إجمالا اسطنبول هي بيت كبير كتير للمهجرين اللي طالعين واللي هجروا بسبب الثورة وبسبب الظلم اللي صار بسوريا، فهنين أكثر ناس بتعني لهم هاي الأفلام اللي أنا اخترتها للعرض اليوم. هنين فيلمين، سهوة وزعتر. فيلم ليس حلما هو فيلم قصير يصنف من الأفلام القصيرة طوله 3 دقائق، يتكلم عن تجربة طفل بعد سماعه بكل ما يجري في الأخبار من تدمير في المناطق وعمليات القتل والتهجير، فيؤثر هذا عليه من ناحية الحلم، فمن يحلم يقعد من الحلم يكتشف بأنه هو هذا الواقع اللي هو عايشه وليس حلم. فهذه هي فكرة فيلم ليس حلما. هلا هي الفعاليات السينمائية مهمة كتير لنا نحن كسوريين موجودين باسطنبول، ومهمة لشريحتين منا كسوريين. الشريحة الأولى اللي هي عامة الناس، اللي هي الجمهور، خلينا نقول ممكن تكون فئة شباب أو فئة أكبر بالعمر. كتير مهم إن نحن نقدر نوصل لها ونوصل لها الرسائل ونشوف شو اللي عم نقدر نطرحه كقضايا، لأنه قد كتير أحيان ما يكون العمل اللي عم ننتجه نحن كسوريين قادرين نوصله عن طريق القنوات الفضائية، بتبقى منصات السوشيال ميديا، بتبقى هي التظاهرات السينمائية كتير وسيلة قوية لحتى نقدر نحن نوصل للشريحة المخاطبة. الشق الثاني اللي هي مهمة هي تظاهرة له، هنا شق المتخصصين بهذا العمل الإعلامي أو العمل التلفزيوني. نحن كإعلاميين كتير مهم أن نكون عندنا هي الاجتماعات. إلى آخر ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. معنا لليوم عابد. يسعد اوقاتك عابد. يسعد اوقاتك روان، ويسعد اوقاتك محمد، ويسعد اوقات جميع مشاهدينا في وقفه جديده مع حكي ميديا ضمن برنامج لم الشمل، وكالعاده رصد لابرز احداث وتفاعلات مواقع التواصل الاجتماعي. البدايه كالعاده من سؤال حلقتنا لليوم: هل يتمكن المجتمع السوري في ظل الظروف القاسيه من الحد من ظاهرة إدمان المخدرات وتجاوزها؟ بالتأكيد فيكم تفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك وتصوتوا على السؤال بنعم أو لا، وأيضا تتركوا لنا انطباعاتكم بالتعليقات. رح بلش أولى فقرات أو مواضيع حكي ميديا لهذا القسم بهذا الخبر اللي انتشر بشكل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي أظهر هذه الصورة. الصورة طبعا هي عبارة عن إعلان لأهالي قرية جرجسية الكرام بمكرم من السيد الرئيس بشار حافظ الأسد: سيتم توزيع ناموسيات على أهالي القرية. طبعا هي الصورة كتير انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وصار في حالة من التهكم، حالة عالية جدا من التهكم عليها، باعتبار أنه تعود النظام أنه يكرم أهالي القتلى تبع الجيش سواء بسحارات البرتقال أو المعسل الدخان أو المعزة أو إلى آخره. فاليوم الجديد هو الناموسيات، لا ومكرمة ومسيات الرئيس. بالضبط. فخلونا ناخذ بعض التعليقات اللي اجت على هذا الموضوع، او قبل التعليقات خلونا نشوف فيديو من زملائنا بأنيو ميديا، عملوا لنا هيك لخصوا لنا القصة بفيديو ظريف، خلونا نشوفه سوا. يعني هو اللافت كثير بهذا الفيديو هي المعلومات الصحيه اللي وردت فيه، خصوصا انه 4600 حاله ليشمانيا بريف حماه في عام 2017. يعني بدل من انه احنا نعالج المشكله الاساسيه اللي هي بنوزع ناموسيات الهديه ما بتعبر غير عن قيمه صاحبها. في شغلات عن جد ما بيطبق فعلا وبنسحب هذا الكلام فعلا. يعني لا، ومثل ما قلنا يعني انا بيخطر لي انه بغير لغات بيستخدموا هي التعبير تبع مكرمه من سياده الرئيس مثلا، او عطاء كبيره. يعني في حين من فتره يمكن هذا اللي اثار غضبهم، من فتره يمكن تم اهداء المدام الرئيس لقط، يمكن اليوم مر معنا بحكي ميديا بوقتها قط قيمته قريب ال1000 دولار او هيك شيء كان بوقتها، أرملت يمكن روسي. لا بنت ضابط روسي، اجتمعوا بمجموعة من الضباط وكان في طفلة صغيرة هي بنت ضابط روسي، فهدتها قطة يعني من نوعية كثير هيك سكوتش هاي كلاس غالي. صحيح تذكرتي اسمها. رح ناخذ مشاهدينا بعض التعليقات على هذا الموضوع اللي اجت على صفحتنا على الفيسبوك، وايضا تعليقات من برا صفحتنا. رح نبلش بتمام اللي بيقول بيعمل تاج تمام لعروة صديقه، بيقول له سيادته عم بيوزع ناموسيات، جيب حمزه وتعال مشان يبطل عندكم ناموس وتبطلوا وتهتروا يا عديمين الكرامه. يعني حاول يلعب على المفردات المصطلحات. تمام. ايضا تعليق اخر لابن ثوره ديري بيقول قذرتكم اوسخ من الناموس تبعكم، فلا حاجتنا للناموسيه، انتم قتلتم سوريا. ووليد ثياب بيقول اغلبهم جلد او جلد. ما فهمت التعليق. التعليق اللي بعده محمد بيقول يعمل لهم رشه سارين ويخلص، ومحمد بيقول نيالهم. حلوه رشه السارين هي بقى. خلاص من البعوض برشه السارين، شيل معك يعني هو مفارقه سوداء طبعا. يعني النظام اللي استخدم الكيماوي بمرات سابقه لقتل اطفال اخرين يعني بمناطق المعارضه. خلونا نقرا اخر التعليقات الموجوده معنا. عبد السلام بيقول 800 وحده فقط لا غير. وأم عبد الفتاح بتقول من كل عالو عامل فيها كتاب، حسبي الله ونعم الوكيل. عبد الله بيقول انتم ما بتستاهلوا الخير، لك مسخر على المعلم احسن لك مشان ما تندم. يعني عن جد شيء مخجل مثل ما قال محمد، انه مكرمه ودباجه وكتاب وناشره هون وهون على ناموسيات بالاخير. ما بعرف اذا ضل في لسه تعليقات او لا، يمكن ما ضل تعليقات. رح نروح الى موضوع ثاني مشاهدينا، حيثما تزال ردود الفعل تتوالى على حفل جوليا بطرس الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان قبل يومين تقريباً. وسبق وتناولنا الموضوع بحكي ميديا وحكينا عن هاشتاج أردنيون يرفضون وجود جوليا بطرس في عمان، وهاشتاج كثير أخذ بوقتها ضجة مشان رفض لوجود جوليا اللي هي تدعم نظام الأسد بسبب الحفلة اللي صارت. ما تزال مثل ما قلنا ردود الفعل شغالة. صفحة سلبينا نشرت هي الصورة لجوليا بطرس مع بشار الأسد، وبشار عم بيقول له وين الملايين، أو هي بتقول له وين الملايين، طبعا الأغنية الشهيرة تبعها. فبيقول له والله شي بالمعتقلات وشي بالمخيمات وشي ببلاد الله الواسعة. صفحة تهكمية سلبينا دايما بتعمل هي الشيء بيشبه الكوميكس، وهي الإجابة الواقعية يعني عن جد. في صورة ثانية أيضاً انتشرت عن الموضوع كمان نفس القصة، وين الملايين، فبيرد بيقول لها صاروا بحسابك ولو. فيعني صار في كثير حملات تهكم على حفل جوليا اللي صار بعمان. يعني هي أحد الأشياء السقوط يمكن كان كثير من الفنانين اللي كانوا على أساس إنه مع الثورات ومع الشعوب يعني بشكل عام، مع نضال الشعوب. لا مع الثورات صحيح محمد، هي أغانيها يعني كله عن الثورة والغضب، وأنا بتنفس حرية مو بس الاغاني. بتأسف الفعل انه هن مواقفهم عكس الفن اللي كانوا اصلا عم بيقدموه والرساله اللي كانوا عم بيوجهوها، مثل كثير من الفنانين. كمان عندنا مثال دريد لحام، ونحن بنعرف اصلا المسرحيات اللي كانت تعرض طلع على الواقع شيء ثاني. صحيح كثير من الاسماء الكبيره يعني للاسف يعني تفاجئنا فيها، يعني مثل زياد رحباني ومرسيل خليفه وكثير ناس. يعني كان من المتوقع انه الناس بيوقفوا مع الشعوب واخذين خط ثوري ملتزم طوال مسيرة حياتهم الفنية للأسف. راح نروح من جوليا بطرس إلى عهد التميمي اللي حكينا عنه بفقرة كيف الحال. ومثل ما عرفنا اليوم تم الإفراج عنه لعهد التميمي بعد اعتقال دام 8 أشهر. شباب بقسم أنيو ميديا بتلفزيون سوريا أنجزوا لنا هذا التقرير الصغير عن الموضوع، خلونا نشوفه مع بعض. شوي جيبوا ناريمان، ما بتنزلش ليه؟ خليك معها، خليك معها. يا جماعة الخير ما بتنزلش يا صحافي خليه بس اصور مقطع. طيب يا شباب خليكي واقفة يا شباب يا شباب اسمع ثبات الشهيد المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال، وأكيد الأسرات بالسجن كلهم قويات، وبحيي كل شخص وقف معي بسجنتي هاي وقف مع كل الأسرات، وبتمنى إنه الكل يجي على الساعة 4 على المؤتمر الصحفي. شكرا. يعني الحمد لله على سلامة عهد، وإن شاء الله كل المعتقلين مو بس عهد، يعني معتقلين سوريين أيضا. طبعا اكيد بدنا نهنيها بالسلامه ونهني اهلها بسلامتها، وبنأسف نحن لما عم نشوف يعني صبيه بهذا العمر طالعه من معتقل عم تحكي بلغه ناس كبار وبتجارب يمكن كبار ما بيتحملوها. لا وبنأسف كمان لشيء ثاني، يعني يمكن روان هي ما بدنا نقول يعني ما بدنا نسوي حرب المأساة، لانه انا مأساتي اكبر ولا انت مأساتك اكبر، مشان هيك انا خليت الحكي على العالم بس لا جد يعني انه انت لما بتشوفي انه دوله احتلال يعني في تعامل قانوني، يعني في تعامل، في محامي وفي قصه وانه يفرج عنا وكذا، في الوقت اللي مثلا بدول اخرى يعني هو هي الفكره انه كان يعني يضرب المثل لما بنقول عن شيء سيء او عم يرتكب انتهاكات واجرام اسرائيل، للاسف اللي عم يصير بالسجون النظام السوري اسوء بكثير يعني للاسف. هذا تقريبا كل شيء للقسم الاول من حكي ميديا مشاهدينا، بالقسم الثاني اكيد معنا اخبار ثانيه انتظرونا، رح نرجع لعند محمد وروان نكمل بفقرات لم الشمل. شكرا لك يا عبد. مكملين طبعا موضوعنا الرئيسي لكن بعد هذا الفاصل.